زينب زوزو انت فين قطتي؟ حاجة زينب زيتي زينب 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 اسأل عليها مين؟ دي ضايعة ملهاش حد. كده يا زينب. كده يا زينب. ما توحد الله يا اسطى. ما يمكن كل الظن ده يطلع غلط وترجع. هي ممكن ترجع. لو هترجع. تاخد فلوسي وذهبي ليه؟ هي ممكن ترجع صلاح. ما ترد عليا يا صلاح، انت تقعد تسبح اليوم كله. استغفر الله العظيم، اتوب اليك يا رب العالمين. انا مش عارف المصايب بتحدف علينا من كل ناحيه كده ليه؟ ليه بس كده يا رب؟ ليه بس كده؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. يعني ايه؟ طب والحجاب؟ والادب؟ والتقى؟ والصلاة.
دي خلتني اصلي يا صلاح. انا بقيت اصلي وبطلت ابير. ليه يحصل معايا كل ده يا صلاح؟ وكل ده كان ايه يا صلاح؟ نصيب. كدب؟ النصيب. كانت بتشتغلني؟ يا اسطى ده ما عداش على نزولها ساعتين تلاتة. يعني استنى شوية. لا تستنى ده ايه؟ ما تستنى. طب اعمل ايه؟ ما تعملش حاجة، انت دلوقتي حالا تروح القسم تقول لهم انها سرقت الذهب والفلوس. يلا بسرعة يا صلاح قبل الوقت ما يفوتنا. طيب. ولما تسأل هي مين ومنين؟ نقول لهم ايه؟ بقول لك ايه؟ اوعى اوعى تقول لهم ان احنا عملنا لها بطاقه وشهاده ميلاد بالاسم اللي هي قالت عليه. اوعى لنروح كلنا في داهيه. انت هو ده اللي شاغل بالك يا صلاح؟ اه. نقول لهم ايه؟ ما احنا مش ناقصين نصايب على النصيبه اللي احنا فيها ده. هي ممكن ما يطلعش اسمها زينب اصلا؟ الغريبه اللي ما كانش باين عليها. لا 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 أنا في كابوس. ده كابوس ده. ده مش حقيقي. ليه كده يا زينب؟ ليه يا زينب أنا عملتلك إيه؟ لطف بيه يا رب. ده ما انه اتجنن يا عم صلاح. الطف بيه يا رب، ربنا يلطف بيه. بقى دي اخرة المعروف اللي احنا عملناها معانا؟ اترد علينا كده بشر؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ربنا ينجينا من الدنيا الظلمة دي، من الناس الظلمة دول. لا حول ولا قوة الا بالله. مش هترجع يا صلاح. مش هترجع. خدتها معايا. هي خدت ايه تاني غير الدهب والفلوس؟ الحرباية. خد يا بت وكراسي. بس بس تعالي. بالامانه يا فتون، الموضوع اللي انت جايه فيه الرضا دغري؟ اسم الله على مهامك يا اختي. يا بت يكونش جوزك ده مدرس جغرافيا؟ ده انا الشايل. والحمد لله ربنا اكرمني وتابع لي وقدرت اخليه ينزل يشتغل سواق على التوك توك، وربنا يبعده عن السكه الغلط. بسم الله ما شاء الله. لا يا اختي ما تخافيش، السكه صح. خدي بقى ما تقرفينيش. خدي. هو الواد ده اسمه عاصم؟ لا عصام. اه يا اختي معلش بنسى. والمحروسه دي اسمها ايه؟ شاهيناز. انا هروح ارد على الواد. أمك عواطف وأبوكي رضا واسمك شاهيناز. ده إيه ده ده؟ Thank you.
كويسة؟ ما تقلقيش ما تقلقيش، أنا خدت رقم الموتوسيكل وهتصل بالبوليس. إيه ده؟ هي ما بتتكلمش ولا دي الصدمة دي؟ طب تعالي تعالي اركبي معايا، ما تخافيش يا حبيبتي، تعالي تعالي اركبي اركبي. طيب اركبي ما تخافيش. خش يا حبيبتي خش، ما تخافيش ما تخافيش. اطلع اطلع. والله والله انا ما افتكرت فتوه مين اللي انت بتكلمين عليها في التليفون، بس قعدت تفكرني بقى فتون وعسليه وبلاء، وانا بقى على ما جمعت. ازيك يا فتون؟ حلو. انا بعمل لك القهوه اهو، واعملي لي معاكي شويه شاي كده في الخمسين. نعناية. حاضر. خد يا رضا، انا معايا بودره هروين. قومي خشي نط الميه وانا هدير عليكي. افهم يا راجل، انا معايا كميه عايزه اصرفها، تعرف حد يشتري وتبقى مالي ايدك منه؟ لا لا بلاش الخطفه دي، راحه واحده واحده. رسيني على الدور. اخلص. عندك حد يشتري؟ على فكره انا هديك نسبه، والنسبه هتبقى كبيره، دول 3 كيلو. بودرة بجد ولا فلوروست على روفو؟ طيب يا راجل انت، بودرة نمرة واحد، اصطف بشوات. بس لو سألوني طالعة منين، ما برضو كمية، ولازم تقولي انت جبتهم منين. من سوق الجمعة. عندك حد يشتري؟ ده بيع وشراء. عندي. هي فتون عايزه منك ايه؟ ابدا. هتعوزي ايه؟ كل خير ان شاء الله. سرقت مني 400 جرام ذهب. 400 جرام ذهب؟ و 45,000 جنيه. يعني انت متجوزها وما تعرفش عنها اي حاجه؟ مش غريبه الحكايه دي شويه يا استاذ محروس؟ يعني واحده اتعرفت عليها ودخلتها بيتك واتجوزتها وعرفتها فلوسك فين؟ وريتها الدهب اللي عندك، كل ده في شهرين ثلاثة؟ أمر الله سعد، هو ده اللي حصل. طيب ما تعاركتوش مع بعض؟ ما شتمتهاش؟ ما مديتش إيدك عليها؟ أبدا. ما شفتهاش بتكلم حد في التليفون؟ جالها رسالة كده ولا كده؟ نزلت وتأخرت في يوم؟ هي لما كانت قاعدة معانا في مدة الثلاث شهور دول مخرجتش بره البيت، وقبليها كان مقفول عليها الباب بتاع المكتب. قبل كده بقى ما نعرفش عنها حاجة. أنا لما عرفتها ما كانش معاها ورق، كانت بتقول إن الورق بتاعها اتحرق في البيت بتاعهم في مصر. معرفش بقى الحكاية دي كذب ولا تأليف. وأنت صدقت وعادي كده؟ في حد يعمل كده يا محروس؟ أنا عارف إني سلمتها رقبتي يا باشا. أنا عارف. معاك صورة ليها؟ صورة صورة. معايا. هات يا محروس، هات هات يا محروس، الله يحرسك. ويقدرني من سعادتك. اسمك ايه؟
بقى غير محروس؟ روسة. محروس كده أحلى وأرمل، مش عاجبني روسة ده. محروس لو شفتيها بعد ما اتسرقت كان حالتها تصعب على الكافر. يا عيني ده ايه الحظ الاسود ده؟ ودي اسمها ايه بقى؟ اسمها لبنى يا ابني. طب يا لبنى الورق بتاعك. الورق ايه؟ خش خش. الورق بتاعك، الورق كان في الشنطه اللي اتسرقت. يا ابني يا ابني بتسمع ما تشغلهاش وبتكتب كمان. احنا عرفنا حكايتها كلها بالكتاب. اربع ساعات بتكتب لكم يا ابني؟ ده حالتها تصعب على الكافر. اهلها كلهم ماتوا في ليبيا ورجعت بالهدوم اللي عليها، حتى فلوسها وورقها اتسرقوا. تصور بقى واحده غايبه عن مصر 15 سنه واول ما ترجع تتسرق. هو ده بقى الحظ الاسود. الحظ الاسود. ده حظنا احنا الاسود. طب ودي جايبينها معاكوا ليه؟ اتلم. والله العظيم بتكلم بجد، جايبينها معاكوا ليه طارق؟ وانا قلت حاجه يا ابني؟ الظروف خلتنا ما ينفعش نسيب بنت زي دي في الشارع لوحدها تتبهدل. ايه ايه قولي لي، عايزه ايه؟ عايز تقولي حاجه؟ عايز تكتبي؟ طب استني ثانيه واحده. اوعى اوعى حدين. اتفضلي. خدي يا حبيبتي اكتبي. أنا مش خارصة. إيه ده؟ دي طلعت مش خارصة؟ إهدي عليها شوية. أنا كنت بتكلم، أنا جاية أدور على عمي، هو ساكن هنا في المنيا وده الوحيد اللي فاضل من عيلتي. أيوة، وعمك ده ساكن فين؟ مش فاكرة كان ساكن فين. هو بيته كان قديم وشارع واسع. لا سهلة والله، اطمنت عليكم. المهم، طب اسمه ايه؟ اسمه عبد الرحمن احمد محمد المنياوي. بس خلاص ما تقلقيش، ان شاء الله هجيب لك عمك. طيب هسيبكم انا بقى بما انكم جبتوا حاجة تسلوا بيها. هتستنى يا ابني تتعشى معانا؟ عايزة مني ايه يا مطلع؟ وبعدين ما رحتش الشركة النهاردة، طول النهار في المطعم. وبعدين انت عندك لبنى اهي، طبطبي عليها بقى ودلعيها، اقعدي فكري بقى هتلاقوا عمها ده فين. جاي معايا ابو طارق؟ لا لا لا، روح انت، انا عندي مشوار كده هحصلك. سلام. انا معلش حبيبتي ما تزعليش مني، هو طارق كده طول عمره مدب بس والله طيب قوي. معلش ما تزعليش. ما بدل الرغي ده خديها تغسل وشها وتفوق كده لغايه ما نحضر العشاء. يلا يلا تعالي معايا. اتفضلي. حاسس كده ان ربنا حطها في سكتنا عشان ما تتبهدلش البنت في الشوارع. ربنا يكرمك ويجازيك على طيبة قلبك. ولا ما ترد؟ طيب ولا لا
برضه. هربت مراتك؟ هربت صح؟ الله الله، ودي عرفت منين؟ لسه قايلين لي فوت ما اسمهاش زينة ومن بولاع. سرقتك؟ خدت تحويشة عمره. كم يعني؟ خدت ذهب وفلوس يجيب ربع مليون جنيه. اديني 5000 جنيه وانا اقول لك كل حاجة عنها. ايه ايه 5000 بتوع ايه؟ ماشي ايه؟ ماشي صلاح، ماشي ماشي هديهم لك، بس قولي لي هي مين وعملت فيها كده ليه؟ اسمها صالية سعيد، وكانت متجوزاك وهي عزيمة راجل تاني اسمه راشد الغول قتل قتلة. ايه ده؟ لا يا صلاح، لا لا لا، الست دي كدابة صلاح. أه. والله العظيم كدابة. اقعد اقعد اما تشوف. انت بتقول اي كلام؟ اقعد يا عم. لا يا عم اقعد. مش عم انا متجوزها بنت بنوت، كانت متجوزة ازاي؟ استنى بس اما نشوف وراها ايه. ايه ده؟ انت هتشتغليني؟ جرى يا اسطى محروس؟ ده بيشتروا دلوقتي من الصيدليات، وفي منه اصلي وصيني. هو ده؟ هو ايه ده صلاح اللي في منه اصلي وصيني؟ للاسف اللي انت وقعت فيه يا اخويا. الشرف اسم الله على مقامك. الشرف اسم الله على مقامك. استغفر الله العظيم. مين اللي انتوا كنتوا مجوزاه لي ده يا صلاح؟ العظيم مين بنت الكلب دي؟ استغفر الله العظيم. دي مين اللي بعتها دي؟ استغفر الله العظيم. ايه اللي بيحصل فيا ده؟ بقول لك ايه؟ قولي لي هي فين وهديكي كل اللي انت عاوزاه. هي فين؟ ايه يا رضا الفيلم الهندي اللي انت عملته على مراتك ده؟ خسار ايه وتماثيل ايه الكلام ده؟ ما لو عواطف عرفت ان المصلحه مخدرات يعني مش هتسيبنا في حالنا. عشان كده فضلت طول الليل ارغل ارغل ارغل، ما نامتش ما ارتحتش الا لما قلت لها الكلام ده عشان تاخد العيال وتمشي. ما انا عارفه يا اخويا، ما انا كنت مريحه على الكنب وسامعه الزعيق والزنه لحد الفجر. ما سكتتش الا لما قلت لها انا عملت في الموضوع ده 100,000 جنيه. وسعت منك دي. الا قول لي يا رضا، هو التاجر اللي انت جايبه يشتري انت مالي ايدك منه؟ يعني تعرفه من زمان؟ لا معرفوش، ده ما جايب الواد ناشد صاحبي، بس الواد ناشد صاحبي ده انا اضمنه برقبتي. رضا انا عايزك تبقى ضهري، يعني الدفع فوري، البكره على راس الميت، ياخدوا البضاعه يدونا فلوسنا. ماشي تمام، بس قولي لي فتون، يعني هي البضاعه دي قريبه منك؟ يعني يعني ربما يعني الراجل يحب يطلع عليها. يا اخويا البضاعه قريبه تحت ايدي. صباح الفل يا رجاله. اهلا يا حبيبي. بقول لك ايه يا برنس والنبي؟ امرنا امر لله. انا مش معايا سجاير. طب وانت عايزني اعمل لك ايه؟ يعني ابعت هات لي سجاير. ده أول كشك بعد 15 كيلو. كلم المعلم يجيبها. طب ما تجيب سيجارة. أو سيجارة؟ يا ريت. عينيا. ربنا يكرمك. رجالة والله العظيم. تسلم.
آخر واحدة. في ايه بس؟ انت عايزه تخرجي؟ عايزه تجيبي حاجه يعني من بره ولا عايزه تروحي لعمك؟ في ايه؟ انا مش فاهمه. طب اكتبي. تعالي تعالي يا حبيبتي، تعالي تعالي اقعدي جنبي، تعالي اقعدي. في ايه؟ قولي. انا مش فاهمه. طب بصي، خدي خدي اكتبي لي. انا ضايقتكوا كفايه بقى، لازم امشي. ضايقتينا ايه بس؟ ما البيت واسع هو الحمد لله. وبعدين انت لو مشيتي هتروحي فين؟ هدور على شغل اكسب منه فلوس اعيش بيه لحد ما الاقي عمل. هو انت مش عايزه تقعدي معانا؟ انتوا ناس طيبين قوي، اكرمتوني، كفايه عليكم كده. بصي بقى، هي كلمه واحده، انت هتفضلي قاعده هنا معانا ومش هنسيبك الا لما نطمن عليكي. امسكي، مفيش الكلام ده، امسكي خليهم معاكي. خدي، اسمعي الكلام، اسمعي الكلام، خليهم معاكي. لا، خليهم كلهم كلهم معاكي، كلهم معاكي يا حبيبتي. طب بقول لك ايه يا ماما بقى، انا هاخد لبنى ونروح كده نشتري شويه حاجات، وممكن نعدي على بابا في المطعم، ايه رايك؟ فكره حلوه، انا شايفه كده برضو. انت خرجي معاها اتفسحي وغيري جو. خلاص يا حبيبتي، انا هطلع اغير وانزل اخد على طول. ماشي. شويش وبالراحة بالراحة، اشتري ما تدعيش. حاضر يا اخوي، حاضر. ادخل يا ناشم. اتفضل يا معلم. الست فتون. ازيك يا فتون؟ ازيك يا ابو هناء؟ يا مرحب يا مرحب. الدنيا دي ضيقه قوي. الله، ده انتوا طلعتوا معرفه بقى. معرفة قديمة وجيرة، وجوزها كان حبيبي. يعني كده الكلام بقى مش محتاج كباري. اخلع انت يا ناشي. اخلع؟ مصلحتي عند مين يا معلم؟ عندي. يا صاحبي، ما انا زيي زيك. لا، انت مش زيك زي اي حد. انت قريبي، وانا في بيتك وفي حمايتك. اقعد. الله 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 الله، ايه يا ست الكل؟ الله، هو احنا جايين نتعارك مع بعض ولا ايه؟ انا قهوتي على الريحة. قوم اعمل له القهوه. عارفه يا ست الكل، انا اخر مره شفتك امتى؟ لما كنت بترقصي في الكباريه. بصراحه كده انا اتكيفت منك. زينب، زوزو، انت فين يا قطتي؟ حاجة زينب. زينب.
زينب 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 بسأل عليها مين؟ دي ضايعة ملهاش حد كده يا زينب كده يا زينب متوحد الله يا اسطى ما يمكن كل الظن ده يطلع غلط وترجع ممكن ترجع لو هترجع تاخد فلوسي ودهبي ليه؟ هي ممكن ترجع صلاح ما ترد عليا يا صلاح انت تقعد تسبح اليوم كله استغفر الله العظيم اتوب اليك يا رب العالمين انا مش عارف المصايب بتحدف علينا من كل ناحيه كده ليه ليه بس كده يا رب ليه بس كده استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم يعني ايه طب والحجاب والادب والتقى والصلاة دي خلتنا صلي يا صلاح أنا بقيت أصلي وبطلت أبير ليه يحصل معايا كل ده يا صلاح وكل ده كان إيه يا صلاح النصيب كده النصيب كانت بتشتغلني يا اسطى ده معداش على نزولها ساعتين تلاتة يعني استنى شوية لا تستنى ده إيه ما تستنى طب أعمل إيه ما تعملش حاجة ده دلوقتي حالا تروح القسم تقول لهم انها سرقت الذهب والفلوس يلا بسرعه يا صلاح قبل الوقت ما يفوتنا طيب ولما تسال هي مين ومنين
نقول لهم ايه؟ بقول لك ايه؟ اوعى اوعى تقول لهم ان احنا عملنا لها بطاقه او شهاده ميلاد بالاسم اللي هي قالت عليه. اوعى لنروحوا كلنا في داهيه. انت هو ده اللي شاغل بالك يا صلاح؟ اه. نقول لهم ايه؟ ما احنا مش ناقصين نصايب على النصيبه اللي احنا فيها ده. هي ممكن ما يطلعش اسمها زينب اصلا؟ الغريبه اللي ما كانش باين عليها. لا 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 انا في كابوس. ده كابوس ده. ده مش حقيقي. ليه كده يا زينب؟ ليه يا زينب انا عملت لك ايه؟ يا رب. ده ما انه اتجنن يا عم صلاح. الطف بيه يا رب، ربنا يلطف بيه. بقى دي اخرة المعروف اللي احنا عملناها معانا يترد علينا كده بشر. لا حول ولا قوة الا بالله. ربنا ينجينا من الدنيا الظلمة دي، من الناس الظلمة دول. لا حول ولا قوة الا بالله. مش هترجع يا صلاح. مش هترجع. خدتها معايا. هي خدت ايه تاني غير الدهب والفلوس؟ الحرباية. خد يا بنت وخرسي. بس بس تعالي. بالامانه يا فتون، الموضوع اللي انت جايه فيه الرضا دغري؟ اسم الله على مقامك يا اختي. يا بنت يكونش جوزك ده مدرس جغرافيا؟ ده انا الشايل. والحمد لله ربنا اكرمني وتاب عليه وقدرت اخليه ينزل يشتغل سواق على التوك توك، وربنا يبعده عن السكه الغلط. بسم الله ما شاء الله. لا يا اختي ما تخافيش، السكه صح. خدي بقى ما تقرفينيش. خدي. هو الواد ده اسمه عاصم؟ لا عصام. اه يا اختي معلش بنسى. والمحروسه دي اسمها ايه؟ شاهيناز. انا هروح ارد على الواد. أمك عواطف وأبوكي رضا واسمك شاهيناز. ده إيه ده؟